بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. مع تفاضل الزمان وتفاضل المكان يكثر الكثير من الأحاديث الباطلة التي لا أصل لها، والتي يجب على أهل العلم أن يوضحوا ذلك للأمة وفقهم الله، وهم لا يقصرون في ذلك. ونحن مقبلون على الأيام العشر من ذي الحجة، الله يوفقنا وإياكم أن يبلغنا إياها على خير. هناك من ينشر فيقول: من صام هذه الأيام أكرمه الله تعالى بعشرة أشياء: البركة في العمر، الزيادة في المال، الحفظ والبركة في الأولاد، التكفير للسيئات، مضاعفة الحسنات، التسهيل عند سكرات الموت، الضياء لظلمة القبر، التثقيل في الميزان، النجاة من دركاته، الصعود في درجاته. روى ابن عباس عن العشرة أشياء، يعني يقول هذا الكلام لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة. لم يرتب على من صام العشرة أيام هذا والأيام التسعة، يعني العاشرة محرم، أن يحدث له هذه العشرة الخصال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أيام العمل الصالح في حبل الله من عشر ذي الحجة. فنتوقف عما ورد. طيب، قال لك: روى ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: اليوم الذي غفر الله فيه لآدم عليه السلام هو أول يوم من أيام ذي الحجة، من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنب. اليوم الثاني هو اليوم الذي استجاب الله فيه دعاء سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، من صام ذلك اليوم كمن عبد الله سنة كاملة ولم يعصه طرفة عين. اليوم الثالث هو اليوم الذي استجاب الله فيه دعاء سيدنا زكريا، من صام ذلك اليوم استجاب الله دعاء. اليوم الرابع هو اليوم الذي ولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام، من صام ذلك اليوم ينفر الله عنه الفقر والبؤس. اليوم الخامس هو اليوم الذي ولد فيه سيدنا موسى عليه السلام، من صام ذلك اليوم أنجاه الله من عذاب القبر. اليوم السادس هو اليوم الذي فتح الله فيه لنبيه كل أبواب الخير، من صام ذلك اليوم ينظر إليه الله بالرحمة، ومن نظر إليه الله بالرحمة لا يعذبه أبدا. اليوم السابع هو اليوم الذي تغلق فيه أبواب جهنم فلا تفتح حتى تنتهي العشرة، من صام ذلك اليوم فتح الله له 30 باب من اليسر وأغلق عنه 30 باب من العسر. اليوم الثامن هو اليوم التروية، من صام ذلك اليوم أعطى الله من خير ما لم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. اليوم التاسع ويوم عرفة، من صام ذلك اليوم كان كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة، هو اليوم الذي أنزل الله فيه تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، صدق الله. اليوم العاشر وهو يوم العيد ويوم التضحية، ومن قرر فيه قربان كان كفارة لكل ذنوب. هذا الحديث باطل مكذوب موضوع وغير صحيح، وهذه الرسالة كلها باطلة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجينا من الفتن ما ظهر من البطن، وعلى الجميع تقوى الله تبارك وتعالى والبعد عن نشر الكذب، وفق الله وإياكم لكل خير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.